طبعا من الحاجات الاساسيه في رمضان المخلل، زي ما انتم شايفين كده. النهارده هنعمل جميع انواع المخلل، بس هنعمله ميكس بطريقه حلوه كده، اللي هو شبه المخلل بالعصفر. تمام، هنعمل ايه؟ هنعمل ليمون وهنعمل لفت. طبعا انا ما حصلتش اللفت بتاعنا المصري فده شبهه، وهنعمل فجل احمر اللي هو الريد راديش، وهنعمل جزر وخيار وكمان ارنبيط، وهنا الفلفل ما حصلش الفلفل الاخضر فهنعمل فلفل احمر. تابعوا معايا الفيديو للاخر. المكونات كلها بسيطه ومتوفره، وباي حاجه من اللي انا وريتها لكم دي موجوده في البيت هنقدر نعمل برطمان مخلل. تعالوا بقى نشوف هنستخدم ايه. اول حاجه دي الحاجات اللي انا هستخدمها. في ناس بتكتفي بالملح والسكر وشويه الخل وخلاص على كده. انا النهارده هغير في المخلل شويه وهعمله حلو، لان انا ما عنديش عصفر فهعمله بطريقه تانية، وان شاء الله هتطلع النتيجه زي ما انتم متعودين. اول حاجه حبه البركه. هنا عندي البابريكا، في بابريكا عاديه وفي بابريكا مدخنه، فانتوا اللي موجوده عندكم عادي تقدروا تستخدموه، لو مش موجوده مفيش اي مشكله. هنستخدم معجون الفلفل الحلو. تمام، معجون الفلفل الحلو سالتوني عليه، انا بستخدمه في تتبيلات للمشاوي وفي حاجات تانية، بس النهارده هنستخدمه في المخلل طبعا لحشوه المخلل بالليمون وللميه اللي هننقع فيها المخلل. هنا عندي شويه سكر، وعندي كام فص ثوم، وعندي هنا حبوب الفينل. طبعا حبوب الفينل انتوا اكيد عارفينها، خليني اقربها من الكاميرا شويه اهي، اكيد واضحه بالنسبه لكم، شبه اليانسون كده. وعندي هنا وحده جنزبيل. طيب لو ما عنديش حبوب الفينل اقدر استخدم اللي هو الشمر الفريش، هو ده الشمر يا جماعه، ودي حبوب الشمر، معلش انا كنت بقولها بالانجليزي، دي حبوب الشمر اهي، وده الشمر الفريش. تمام، فعادي اقدر ان انا اقطعه واحطه كمان مع المخلل، هيديني طعم وريحه جميله جدا جدا فوق ما تتخيل. يلا بينا نشوف الطريقه ونشوف هنحضر الحاجه ازاي. اول حاجه هبتدي بيها هحط ميه بتغلي على النار. تمام، تعالوا بقى مع بعض نشوف ازاي هنعمل المخلل خطوه بخطوه. دلوقتي اول حاجه هبدا بيها الليمون. زي ما انتم شايفين كده، الليمون في الحته المقفوله دي وفي الحته اللي هي بيكون فيها العرق بتاع الليمون. تمام، الحته دي يعني انا عن نفسي مش عايزها، ليه؟ هي دي اللي هتعمل مراره معايا في الليمون. تاني حاجه، الليمون بتاعنا لو صغير عن ده، يعني لو صغير نص الليمونيه دي واخضر غامق قوي، هضطر ان انا اغليه وانقعه في ميه 3-4 مرات واغير الميه بتاعته علشان ما يمررش معايا. تمام، هاجي هنا هفتح الليمونه كده، مش للاخر بس بفتحها ايه اهي، شايفين يعني لسه ما اتفتحتش للاخر، للثلاث ارباع. تمام، بعد ما قطعنا كل حبات الليمون اهو زي ما انتم شايفين، تمام قوي كده، نخلي ده على جنب. هنيجي هنا للليفت بتاعنا، او ده اسمه الدايكون، حاجه كده زي الليفت بتاعنا احنا المصري. تمام، بس ده طويل شويه، معرفش في موجود منه في مصر ولا لا الصراحه. اجيب مقشره زي دي كده بتكون زجزاج، او لو عندي القطاعه اللي هي بتقطعه زجزاج يبقى تمام قوي، بس انا بجيب المقشره دي بقشره كده، باخد بس ايه عشان يديني شكل بعد ما اقطعه. تمام اهو، بشيل حاجة بسيطة كده من القشرة اهو، تمام، بيبقى بالشكل ده. هنا اهو باجي بقطع دي كده، وبقطع مثلا بالحجم ده كده، بقطعها على اتنين، وبعد كده اقدر ان انا اخده بالشكل ده، تبقى عندي الحتة زي كده اهي زي ما انتوا شايفينها كده، وممكن اعمله بزاوية بحيث ان هي تديني شكل طولي شوية مثلا كده اهي، كده الشكل اللي انتوا تحبوه. عايزينه نص دايره زي كده ماشي، عايزينه متول شويه كده ماشي برضو. السمك طبعا يكون السمك ده ما نقللش عن كده علشان ما يتهريش معايا، يعني بعد ما قطعنا الليفت بتاعنا كله اهو، هنيجي بقى هنا للفجل. الفجل بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده، الفجل اللي هو العادي خالص، ممكن اقطعه على اتنين، وممكن اقطعه على اربعه، وممكن اخليه زي ما هو. انا هحب اقطعه على اربعه بالشكل ده كده، شايفين اهو سهل خالص خالص. شيل الحته الخضراء شويه دي اهي، بقطع كل واحده على اربعه بالشكل ده. دلوقتي بعد ما قطعنا الليفت زي ما انتم شايفين والفجل كده خلاص تمام التمام، هنيجي بقى للخيار. الخيار بسيبه زي ما هو، ما بقطعوش، بعمل فيه ايه بس؟ باجي بحرف السكينه كده وخرمه خرام بسيطه كده، او بخله اسنان باي حاجه، خرمه خرام بسيطه كده. طبعا يا جماعه المخلل اللي انا بعمله ده علشان يستوي بسرعه في خلال اسبوع ونقدر ناكل منه خلاص الكميه كلها وارجع لكم.
بعد ما خلصنا الخيار كله اهو زي ما انتم شايفين كده، شقناه حاجات بسيطة كده بالسكينة. خلاص خلي ده على جنب. دلوقتي بقى هنيجي للجزر اهو نفس الشكل، هنيجي بالمقشرة بتاعتنا الحلوة دي. طبعا في مقشرة دي يا جماعة، هي دي المقشرة اللي هي العادية، ودي المقشرة اللي هي الزجزاج دي، تدينا الشكل ده جميلة جدا يعني لو عايزين تعملوا بيها ديزاين كده ولا حاجة. اهي اهي خلاص كده الجزراية عندي خلصت، شيل ده على جنب كده. ادي الجزراية بتاعتي اهي، اخد بس الحتة اللي ورا دي اهي اقطعها، الحتة اللي قدام نقطعها. لو عندي بالشكل ده فهقدر ان انا اقطعها كاملة اهي، قطع وحدات كاملة كده زي ما انتم شايفين. دلوقتي يا جماعة الجزر اللي انا قشرته، طبعا مش هرمي ده، هستخدمه. هعمل فيه ايه؟ هعمل كده افرمه وهحطه معايا في الحشوة بتاعت الليمون والصوص نفسه اللي هخلل فيه الليمون. طبعا انا ممكن لو مش هقشر وهعمل الكلام ده هجيب مثلا جزرتين وابشرهم بالمبشرة. بعد كده هاخد معلقتين من الشيلي بيست. طبعا معجون الفلفل ده يا جماعة فلفل حلو مش فلفل حار، ها عشان بس الناس ما تفكرش ان هو هيبقى سبايسي قوي يعني. بعد كده هنزل شوية خل، حاجة بسيطة، شوية حبة البركة، البابريكا، هاخد شوية من العادية وشوية من المدخنة، اخر حاجة شوية زيت زيتون كده، حاجة بسيطة. طبعا لو متوفر، مش متوفر عادي خالص مفيش اي مشكلة. بعد كده بعجن كل ده مع بعض كده. طبعا لو عندي عصفر بقى هحط العصفر، بس انا ما عنديش عصفر فللأسف ده اللي موجود. وادي الحشوة اهي عندي جاهزة. دلوقتي هنيجي للكرنبيت زي ما انتم شايفين كده، ببتدي اقطع من هنا كده، شايفين من عند الجذوع دي كده اهي، واقطعه اهي شايفين، عشان تطلع معايا الحباية كده، حبايات الزهرة اهي، تطلع معايا حبايات كاملة كده تمام، ما تتفرفتش يعني، ما تبقاش ناعمة اهي. لو دي مثلا حاسس ان هي كبيرة اقطعها على اتنين اهي زي ما انتم شايفين كده تمام، اهي اقطعها على اربعة مفيش اي مشكلة. طول ما فيها العرق ده هتفضل ماسكة نفسها. وفي الاخر حتى الحتة دي اللي في الاخر بحطها برضو في قلب المخلل، لا ما برميهاش. اخر حاجة عندي الفلفل اهو زي ما انتم شايفين كده، هاجي هنا بسن السكينة افتحه فتحة صغيرة كده اهي، كل قرن افتحه فتحة صغيرة كده عادي، حتى لو ما فتحتوش مفيش اي مشكلة خالص تمام اهو. هنا بقى باجي على النار، طبعا عندي المية بتغلي اهي زي ما انتم شايفين، هحط في كل حلة هحط شريحتين جنزبيل تمام، وهحط فصين ثلاثة توم هنا، فصين ثلاثة توم هنا تمام، وهحط هنا حبوب اللي هي الفينل، شوية هنا وشوية هنا، وهنا اللي هو الستار انيس او زهرة اليانسون، احط واحدتين هنا وواحدتين هنا كده تمام قوي. المية عندي جاهزة، هبتدي هنا انزل في المية دي بالليمون. لمدة مثلا حوالي 10 دقايق ربع ساعة وهي المية بتغلي كده، لحد ما الاقي لون الليمونة نفسه غير شوية معايا، بعد كده هبتدي اطلع الليمون ده. هنا زي ما انتم شايفين كده لون الليمون ابتدى يغير اهو، خليه معايا تاني لسه شوية كمان. طبعا انا بعمل كده علشان اخلي الليمون بتاعي يستوي بسرعة في خلال اسبوع اقدر ان انا اكل منه. هنا يا جماعة انا جايب مية ساقعة او مية بتلج، هبتدي بقى المية اللي حطيناها دي هنا انزل فيها اول حاجة بالجزر اهو، انزل بالجزر يا دوبك بس مفيش 3 دقايق اطلعه احطه في المية بتلج. بعد ما حطيت الجزر بقاله دقيقة دلوقتي هنزل بالارنبيت زي ما انتم شايفين اهو، الليمون ابتدى يفتح معايا كده وابتدى اللون بتاعه يتغير، طبعا كان اخضر خالص دلوقتي اهو اللون بتاعه ابتدى يصفر. هستخدم المية بتاعت الليمون دي، طبعا مش هرميها متلاقوش من اي حاجة خالص، وهتبقى بالنسبة لي دي مية معقمة وهتحافظ لي كمان على المخلل.
هنا الكرنبيت برضه اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد دقيقتين بالظبط هرفع الكرنبيت كده اهو، هنزل بيه في الميه ام تلج. تمام اهو، هشيل الكرنبيت طبعا مع الجزر خلاص عدى عليهم 3 دقايق، هنزل بيهم في الميه ام تلج كده. انا هسرع عمليه ان المخلل بتاعي يستوي، يعني يبقى في خلال اسبوع كده جاهز ان انا اكل منه. اهو شايفين طبعا الجزر لسه ناشف زي ما هو، وانا دلوقتي بحطه في ميه بتلج علشان ما يبتديش ان هو ايه يبقى مستوي معايا زياده. شايفين اهي الجزريه ناشفه زي ما هي. دلوقتي بعد ما شلنا الجزر والكرنبيت هنيجي في نفس الميه ننزل باللفت والفجل، دول مش هياخدوا معايا اكتر من دقيقتين بس، يا دوبك دقيقتين كده، انا يعتبر بس ايه بسخنهم يعني. بعد دقيقتين هنطلع بالفجل واللفت نحطه هنا برده في الميه الساقعه. تمام طبعا الميه دي هنستخدمها مش هنرميها. دلوقتي اخر حاجه هننزل بالخيار، خيار بالظبط دقيقتين، دقيقتين واسحبه من الميه على طول اول ما اللون بتاعه يتغير شويه. طبعا يا جماعه عندنا الخيار بيعوم كده على الميه، فاحنا لازم ننزله تحت كده باي حاجه عشان ما فيش حته تاخد لون والجزء التاني ما ياخدش لون معانا. والليمون لسه اهو هنا برده لسه بيتسلق. دلوقتي هبتدي اطلع بالليمون اهو كده، صفيه كويس واحطه هنا كده في اي حاجه. والميه بتاعه الليمون طبعا هسيبها تبرد شويه وهستخدمها في التمليح. الخيار معانا اللون بتاعه اتغير، ابتدي احطه هنا كمان هو كمان. تعالوا بقى نعمل المحلول اللي هنخلل فيه المخلل ده كله. دلوقتي اول حاجه هعملها الليمون بتاعي اهو، هاجي افتح الليمونه كده واخد شويه من الحشو ده واحشي كل ليمونه لوحدها. تمام اهي احشي الحشوه دي كده اهي، واقفل الليمونه بتاعتي تاني اهي واخليها كده على جنب. خلص الليمون بقى كله اهو نفس الطريقه دي كده اهو، يعني نص معلقه معلقه جوه كل ليمونه اهي. تمام طبعا الحشوه اللي احنا عملناها او الخلطه دي ما فيهاش ملح، ليه؟ لان احنا هننقع الكلام ده كله في ميه بملح اللي هي المحلول بتاعنا. تمام فهتمتص الملح اللي هي عايزاه يعني، ما تقلقوش اهي. تمام اهي الشكل ده كده، يعني مش ان انا املى الليمونه بحيث ان هي تتفتح، لا يا دوبك انا بحط كميه صغيره وبقفل الليمونه عليهم اهي الشكل ده. كمل الكميه كلها وارجع لكم. اخر خطوه زي ما انتم شايفين كده الليمون بعد ما حشيناه كله اهو، بجيب برطمانات عندي اي برطمانات في البيت فاضيه عندي، يفضل ان هي تكون ازاز او بلاستيك برضو براحتكم يعني حسب اللي موجود. بحط فيها شويه ميه سخنه وارجها كده شويه واقفلها، وبعد كده اصفي الميه السخنه وكده انا عقمتها وتمام التمام. هنا البرطمان ده مثلا هاجي احط فيه الخيار، طبعا الخيار انا ما بقطعوش غير لما يتخلل او يتملح. تمام يعني عشان بس ايه تبقوا عارفين عشان ما يتهريش معايا. بحط كل الكمية بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين كده، الخيار عندي في البرطمان، وهنا البرطمان ده هحط فيه الليمون. ابتدي ارص الليمون، يعني احاول ارصه كده الفتحة بتاعته لفوق. تمام على قد ما اقدر يعني عادي، مش تفرق كتير. لو ما عنديش برطمان ممكن استخدم العلب اللي هي بتاعت التلاجة او مغطى محكم دي برضو هتنفع معايا، مفيهاش مشكلة خالص. زي ما انتم شايفين كده اهو، بحاول ان انا ايه ما اسيبش فراغات، يعني ارص الليمون كله جنب بعض. دلوقتي انا لو عايز الليمون بتاعي سبايسي شويه هجيب قرنين فلفل بقى من بتوعنا الحلوين دولت اهو، هكسر قرن كده احطهم بين الليمون. تمام لو انا عايزه عادي مش سبايسي يبقى انا مش هحط الفلفل. تمام اهو كده خلصنا المخلل بتاع الليمون اهو. تمام يعني هنا هنعمل البرطمان الثالث مخلل مشكل اهو، باخد بقى كده اهو واعبي البرطمان بتاعي كله مع بعض، يعني تلاقوش كله هيتملح في نفس الوقت. كده عملنا اربع برطمانات بالمكونات البسيطة اللي انتوا شفتوها دي. اخر حاجة عندنا الفلفل، الفلفل زي ما انتوا شفتوه كده فتحته فتحات صغيرة كده من كل فتحت فتحة صغيرة، وابتدي ان انا ارصه كده اهو بالشكل ده.
هنا عندي شويه مخلل زياده اهم، هحطهم مع الفلفل. بعد ما رصينا البرطمانات كلها، دلوقتي بقى هنعمل المحلول. اول حاجه هنا انا جبت تلج علشان بس ابرد الميه اللي سلقت فيها الليمون. تمام كده بجس الميه بارده خلاص. تمام تمام. هنا دي الخلطه اللي اتبقت، الخلطه اللي اتبقت معانا، حط عليها شويه خل حوالي نص كوبايه، قلبها كده، انزل بيها على الخلطه دي. دول حوالي 4 لتر، لكل لتر هاخد 4 معالق ملح، 4 معالق ممسوحين يعني كده. تمام اهي دي 1 2 3 4. انزل بشويه بابريكا علشان تديني لون حلو طبعا، وهنزل كمان بشويه من حبه البركه، ولكل لتر ميه معلقه سكر. ادي 1 2 3 4. خلط الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، وبعدين هدوق الملح. اول حاجه برطمان الليمون، ابتدي ان انا اعبي كده بالراحه علشان ياخد راحته والميه تنزل لحد الاخر. تمام اخبطه خبطتين كده بس عشان لو في اي هواء. طبعا زي ما انتم شايفين اهو، اجيب نايلون شفاف هحطه كده على الغطاء، بعد كده اضغط عليه كده اسرب الهواء يبقى زي الفاكيوم كده. تمام بعدين هقفل بالغطاء بتاعنا. خلاص كده بقى تمام التمام قوي. الزيادة بتاعت النايلون دي الفها هنا كده او اقطعها عادي. كده بقى عندي مخلل الليمون جاهز اهو زي ما انتم شايفين، بعد اسبوع ان شاء الله ناكل منه. المخلل المشكل هنبتدي برضو نحط نفس الموضوع اهو، بالراحة علشان كل الهواء يطلع. ده كده المخلل المشكل اهو الشكل بتاعه. دلوقتي هنعمل المحلول اللي هو العادي الابيض، 4 معالق ملح برضو لكل لتر. تمام مع معلقة سكر اهي، معلقة ممسوحة، مع حوالي ربع فنجان خل. تمام قلبهم كويس. طبعا في عندنا الحبوب اللي هي بتاعت الفينل اللي هي الشمر. شايفين يا جماعة شكل المخلل؟ صراحة شكله يفتح النفس قبل ما يتعمل يعني. تمام بعد ما عندنا هنا جهزنا المحلول، هننزل بالمحلول كله هنا كده لحد ما نملى البرطمان والناحية التانية كمان على الخيار. بعد اسبوع ان شاء الله بقى المخلل ده يبقى جاهز ومية مية. وكده يبقى عملنا جميع انواع المخللات في الفيديو ده. ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة وتجربوها في البيت. بيت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وكومنت وشير للفيديو. بعد اسبوع هجرب كل الانواع وهقول لكم رأيي في فيديو صغير كده ان شاء الله.